السلام عليكم، حياكم الله معنا في كورسنا المختصر عن المغالطات المنطقية. طبعا كثير من الإخوان طلبوا توضيح ما سويت الهايلايت عن المغالطات المنطقية، فاخترنا تقريبا عشر مغالطات مشهورة ممكن الواحد يعرفها بسهولة شوية ويتدارك المسألة. طبعا حياكم الله في هالكورس، ونبدأ في المدخل. حنا الحين نقول كل مغالطة مثلا كتعريفها استعمال أفكار ومعلومات مضللة لتبرير الحجج الضعيفة وإظهار العواطف من أجل كسب النقاش من الطرف المقابل رغم قوة حجته، يعني الرجل عنده حجة قوية أو امرأة عندها حجة قوية، فهذا يستخدم أفكار ومعلومات ويشبكها في بعض فتكون مضللة. طبعا قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فما قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه أن بعض الناس يلحن، وهذه نوع من أنواع المغالطات. فيه الدكتور عادل مصطفى له كتاب قيم عن المغالطات المنطقية، طبعا يقول: دفعني إلى كتابة هذه الفصول ما أشاهده كل يوم في الفضائيات التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى من أغلاط أساسية في منطق الحوار والجدل تجعل المناقشات غير مجدية من الأصل وتجعلها عقيمة أو مجهضة منذ البداية، فلم أجد بدا من العودة بالقارئ إلى أصول الحوار المثمر وقواعد الجدل الصريح. طبعا هذا في كتابه. في مقولة لأفلاطون يقول: الموهوب في الخطابة وحيل الإقناع ودغدغة المشاعر كفيلا بأن يهزم أي عالم يحتكم إلى العقل. ونروح إن شاء الله.